على ديوان فام اللمة تحلى مساعتين وثمانية دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فام. انتم تسمعوا في أول ستار كما العادة من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت من مساعتين الماضي ثلاثة. باش نكون معكم أميمة عياري، نحكيو فن كما سمعتوا قبيلة في السبوت، نحكيو على الأعمال التونسية الرمضانية سواء في القنوات التونسية أو في القنوات العربية. بعد شوية نحكيو على زوز أعمال مهمين اليوم. العمل الأول اللي تعدى على قناة نسمة سوبر تونسي لقيس شقير، باش تكون بحثنا لبنى صديري ونعيم الجيني، نحكيه أكثر تفاصيل على العمل، العمل اللي قاعد يلقى فيه نسبة مشاهدة عالية كيف كيف. باش نحكيه مع الفنانة الجميلة بلوتي تحت، الفنانة الجميلة نعيم الجيني، باش نحكيه على دورها في فلوجة مديرة الليسي. هذا الكل في أوستار من ماضي ساعتين المثلاثة. أوستار مع أميمة العياري. أما قبل ذي نمشيو لمصر، نحكيو على أحد الإعلانات التلفزيونية اللي أثار جدل كبير في الأيامات اللي تعدوا بعد ما أعادوا تقديم الأغنية الشهيرة للفنان الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ دقوا الشماسي بصوت الممثلة والمغنية المصرية الشابة ملك الحسيني. الإعلان ما عجبش العائلة، ذيك علاش احنا حابين نعرفوا أكثر تفاصيل، وظهر لي حسب الأخبار المتداولة باش يقدموا قضية وباش يوقفوا الإعلان. معنا محمد شبينة من عائلة العبد الحليم الحافظ الله يرحمه ولد أخته. مرحبا سي محمد. أهلا بك فن، أهلا بك، تشرفنا. أهلا وسهلا. ولد خوه، فوالا ولد خوه الفنان الراحل. أنا ابن أخوه محمد. تشرفوا سي محمد. دونك نحكيو على الإعلان التلفزيوني اللي أثار جدل كبير على مستوى العالم العربي وخاصة في مصر، وقلقكم أنتم، أزعجكم أنتم العائلة، شنو هي الأسباب؟ والله الإعلان طبعا يسيء للتراث المصري كله، لأنه طبعا خدوا اللحن وغيروا فيه وخدوا الكلمات وغيروا فيها، وكمان أداء الغنوة متقال بطريقة كده مش اللي هي يعني مش الطبيعية يعني. طبعا كل ده هم خدوا التصريح الكلام واللحن من جمعية المؤلفين والملحنين، ولكن مع شرط الالتزام بيهم يعني بالكلام واللحن. انما لا التزموا بالكلام ولا باللحن، وطبعا فيها نوع من الدلع كده، هو بتتقال بطريقه كده ومغيرين في كل حاجه. فطبعا اساءه كبيره، لان عبد الحليم لما بيغني الغنوه بتاعته دي يعملها عشان تعيش وعلشان يعني تفضل تخلد كما هي يعني. تخلد. لو عايزين نغير في لحن او في توزيع اوكي، انما في كلام او لحن في الاساس لا، ما ينفعش طبعا. وهل اتصلوا بكم مثلا استاذ محمد عائله الملحنه والشاعر؟ هل استاءوا من الاعلام هم زاده؟ طبعا كلهم والله، يعني يمكن استاذ منير مراد الله يرحمه ملوش ورثه يعني، انما استاذ مرسي جميل عزيز ليه ومجدي ده ابنه مستاء جدا برضه، كلنا مستاءين، حتى الجمعيه اللي ادتهم التصريح برضه مستاء، لان هو المفروض يلتزموا بالكلام وباللحن وهكذا. اكيد ده شيء مش كويس يعني، المفروض الحاجه قبل ما تنزل يكونوا شيكوا عليها وعرفوا اذا كانت ملتزمه بالكلام واللحن، قبل بعد احسن ما تنزل واحنا نقعد بقى نقول لا دي مسيئه مش مسيئه ونبتدي نرفع قضايا. فده السيستم المفروض يكون موجود يعني ان شاء الله قريب يعني بعد الحكايه دي. واضح يعني كان من المفروض انه الجمعيه هي تسمع الاعلان قبل نزوله حتى نتفادى يمكن المشاكل او القضايا. انت قلت قضيه، هل اليوم الخطوه الجايه لو شركه الاعلانات او شركه الاتصالات لم تلتزم بفسخ الاعلان ستلتجئ للقضاء؟ اكيد احنا ابتدينا خلاص اجراءات قانونيه وان شاء الله ماشيين في قضيه مستعجله، وان شاء الله نوقفه باذن الله يعني عشان بعد كده ما حدش يجرؤ يعمل الكلام ده بقى. ولما اتصلتوا بيها شنو كان الرد؟ والله احنا ما اتصلناش بالناس مباشره، لان في ناس اتصلوا بيهم فقالوا احنا بندي الاعلان لوكاله اعلانيه، والوكاله الاعلانيه اللي بتخلص الاجراءات، واتضح انهم بعد ما خلصوا بعد ما اعلنوا بعد ما حصل زواج راحوا خدوا التصريح كمان من الجمعيه، يعني خلوش واخدين اساسا تصريح من الجمعيه. واضح واضح. شكرا لك استاذ محمد. انا مش نخرج بيك من موضوع الاعلان، قدمت قضيه السنه اللي فاتت ضد اخت سعاد حسني لان زعمت انه العندليب تزوج بسعاد حسني سرا، وين وصلت القضيه؟
والله احنا قدمنا بلاغ للنائب العام وهو دلوقتي جاري التحقيق فيه. البلاغات اللي زي كده اللي هي فيها بتاع بتتاخر شويه يعني احنا مش عايزين نرفع قضيه مباشره، احنا عايزين النيابه هي اللي تحولها لايه للقضاء. واخده الاجراءات بتاعتها وهتمشي على قضيه كده كده يعني، ولكن احنا في الفتره دي ما سمعناش خالص ان في حد طلع من اسرتها تاني قال كلام مش اساس من الصحه، صح ولا غلط؟ واضح. شكرا لك محمد شبان، نشكرك برشا، رمضانك مبروك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وتحياتنا ليك وللشعب المصري الكل. دونك كنا نحكيو على الاعلان التلفزيوني اللي اثار جدل وقلق برشا عائله عبد الحليم حافظ، عائله العندليب، دؤل الشماسي، الاغنيه اللي سمعناها وشفناها في فيلم ابي فوق الشجره عام 1969، هي من كلمات شعر مرسي جميل عزيز والحان منير مراد. يقول لك الاعلان مس من سوره الاغنيه أغنية فيها برشا دلع يمكن، وهذا خلينا نقوله يشوه التراث. احنا مازلنا مواصلين معكم بعد شوي باش تكون حاضرة بحضينا لبنى الزيري، الفنانة القديرة نعيمة الجاني، خليكم معنا راجعين. الفن والاسكوب.